شكرا. مرحبا. تكلمنا على المجتمع ديال اليوم، شنو هو الميساج اللي يمكن ندوزوه للمغاربه؟ الميساج بكل بساطه، القانون او القضايا ديال القانون ماشي قضايا ديال القضاة لوحدهم ولا قضايا ديال الناس المهنيين. ملي تندويو على الامن التعاقدي، حنا ملي تتحركوا موفمون في كل نهار راه تنديروا تعاقدات، تمشي تشري من الحانوت تشري، راه هذا عقد. هاد العمليات كلها تمشي تندير ابونمون في الهاتف، تندير في الانترنت ايتو، هادي كلها تعاقدات. ملي تنقولوا تعاقدات القانون تيتحرك. هاد القانون تيتحرك اولا، واش انت محمي طرف القانون؟ واش عندك نصوص معايير حمائيه ولا لا؟ واش ملي تيوقع المشاكل واش القضاء مؤهل باش يحمي الحقوق ويدير التوازن ما بين جميع المصالح وما بين جميع الحقوق؟ اذا لقاء بحال هذا تهم الجميع، ماشي فقط غير المهنيين او القضاة. السياق ديالو الان اهميته اكثر هو انه المغرب دابا في اطار العولمه، هذه المشاكل ما بقاتش وطنيه، ولات تشري بار انترنت من شركات عبر القارات بار كارت. اذا خاص كان ضروري يكونوا حاضرين معنا اجانب خبراء باش حتى هما يتذكروا معنا في نفس الموضوع، نعرفوا وجهه النظر ديالهم. ولا دابا نعطيكم مثال، الان القضاء يقبل مثلا الاداء بار انترنت، هذا مساله متطوره الان، تقبلها كوسيله اثبات كبروف، اذا هذا داخل في الامن التعاقدي. ولكن ايضا مشاكل ديال حمايه المستهلك، انت اونطونك كونسوماتور واش محمي ولا ما محميش؟ القانون واش يكفلك ولا لا؟ واش القضاء تيتعامل معك كانك انت زبون مستهلك، ولا تيتعامل معك بانه الايرادات بحال بحال؟ والحال انه راه الايرادات ما تكونوش بحال بحال، ملي تمشي هذيك تكون شركه كبرى، ناس محترفين، وانت كمستهلك تكون انسان ضعيف، ما عندكش معلومه كافيه ملي تشري ولا تطوق شي حاجه، واش انت محمي ولا لا؟ واش لي زيماج اللي تيجيوك في الانترنت وتتشري على اساسهم، واش وتلقى بانه لو تخوك ملي تشدو في يدك من بعد ماشي هو هذاك الشيء اللي انت تعاقدت عليه؟ اذا واش القضاء والقانون تيحميك في هذه الحالات ولا لا؟ اذا الموضوع مثل الامن التعاقدي اكسترا، هذا موضوع راه يهم الجميع في الكوتيديان. وبالتالي كيفاش قلنا تنقول بان الامن التعاقدي ومتطلبات التنميه، ما تقولش التنميه ضروره رجال الاعمال، التنميه بمفهومها الانساني المحض. الوغ كل واحد خاصو يشارك، وهنا تطرح التوعيه، تطرح التكوين، وتطرح واش الجهات كلها مؤهله باش تواكب هادشي اللي كاين دابا. المغرب دخل في شراكات مع اوروبا وداخل في شراكات مع افريقيا، وغيولي واحد الحراك ديال التعاقد، خصو القانون، وخصنا نتذكروا كاملين مع بعضياتنا، نعرفوا وجهات نظر مختلفه، ونقبلوا حتى انتقادات ديال بعضنا البعض. شكرا. سي خضراوي، انت بورت باغول ديال لا كور كاساسيون، وتكلمتي لنا على واحد المشروع كاساسيون كاساسيون تي في اللي يمكن هضرنا عليه. نعم. شنو هو التلقائيه ديالو؟ كاساسيون تي في، كاساسيون تي في هو مشروع انا اعتقد بانه مستقبلي، يعني بفكر مستقبلي. الان الجميع ياخذ المعلومه او الخبر من الانترنت. المؤسسه القضائيه لابد ان تنفتح، لابد من وصول المعلومه كحق الخبر. اذا فكرنا بانهم الاليات اللي تخلينا نمشيو واحد طرونش داج مهمه، لانها وهي المستقبل ديال البلاد. المغرب من هنا 2030 راه اكثر من 60% 70% غيكونوا ديجا، اذا لي جون يتعاملون بالانترنت اكثر، والمعلومه ديالهم تياخذوها من الانترنت، وكاين فقر كبير في المعلومه القانونيه والقضائيه. فكرنا بانه هذا كاساسيون تي في عبر الانترنت ممكن انها تكون وسيله لايصال المعلومه، ايصال الخبر، نوع من انواع الشفافيه، اخبار قضائيه توصل، اخبار قانونيه، لا احد يعذر بجهليه القانون، ولكن شكون تيقرا الجريده الرسميه؟ حتى واحد، ياك حتى المهنيين والمختصين فتات. اذا مثل هذه الاليات هي يعني اداه من بين مجموعه من الادوات اللي نوصلوا بها الخبر، نوصلوا بها المعلومه اكبر عدد، غيكون فيها تعريفات بقوانين، غيكون فيها ايضا واحد الجانب مهم كنعتبره شخصيا هو التعريف بتاريخ القضاء في المغرب، الحفاظ على التراث والذاكره القضائيه. شحال من واحد تعرف انه عندنا قضاء عبري، شحال من واحد تعرف عندنا القضاء في الصحراء كيفاش كان، القاضي اشنو تيلبس، قاضي محكمه النقش شنو هي البدله ديالو، شنو هي اخلاقيات القاضي، شنو هما الالتزامات اللي تقوى عليه. ايضا كاين بوكو دو فولي غيكونوا ان شاء الله في هذا، ونتمنى انه ينجحوا ونتوفقوا في مهمات ايصال المعلومات. سي خضراوي شكرا. بليزير.